القرع واحد من الأسواق الكبرى في المدينة الاقتصادية وأكبرها بشمال إفريقيا، يزوره كل يوم سبت وأحد الآلاف من السكان المدينة، فهو يعد من أكبر المناطق التجارية على صعيد ولاية الدار البيضاء. السوق القرعة معروف على صعيد الوطني كما على صعيد بعض الدول اللي هي كتعرف سوق القرعة اللي تعامل معها. وعلى سبيل المثال كان في أواخر السبعينيات كان نجز واحد لقطة فيلم أمريكي هنا بسوق القرعة، وسوق القرعة له تاريخ قديم لأن التاريخ ديالو حسب المعطيات اللي عندنا أنه قبل الربعينات، وخاض واحد المعركة كبيرة مع 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 الاستعمار الفرنسي من الناس اللي كانت في واحد المجموعة ديال المقاومة اللي قاوموا ضد الاستعمار، وعملت واحد المجهود كبير في المنفى ديال محمد الخامس رحمه الله. الريعة كانت غير قياطن ولات برارك، ومن بعد برارك تحرقنا 25 حرق وحنا كنتحرقنا، والحرقة الأخيرة سيدنا الله ينصرو مولاي الحسن الله يرحمه وسالي قال لهم القريعة كاين اللي بغى قال تحول ما تحول، قال لهم القريعة تبقى في البلاصة ديالها وتبنيوها في البلاصة ديالها، والبني ديالو تكلفنا به حنا اللي تحرقنا حنا، ما بنادينا لا جامعة لا والو، حنا اللي تكلفنا بالبني وجلنا 12 ويعني العمل عطاتنا البلان، وحنا تبعنا البلان ديالنا وبلينا وخلصنا برزقنا ودخلنا المال راسنا ودخلنا الضوء راسنا. لسوق القريعة تاريخ عريق قديم قدم المدينة، اسمه له حكايات غريبة ومتعددة بقيت مخلدة في ذاكرة المغاربة. تسموها القريعة وعطوها اللقب ديال القريعة، كانت واحد الفقيرة في بلاصة المقاطعة 20 كيقول لي لالا زهرة القرعة. عندي واحد المعلومة أخرى ربما أعتقد صحيحة، هو كاين شي مصطلح برتغالي تيعطي هذا الاسم ديال قريعة أو كوريك هكا، ولا ربما على ما اعتقد جاء من هذا من هذا من هذا الجانب ديال المصطلح البرتغالي. وياتي هذا السوق من حيث الرواج الاقتصادي في المرتبه الثانيه بعد سوق درب غلف، فهو عباره عن مركز تجاري كبير وعرف بانه اجتمع فيه ما تفرق في غيره من النجاره الى التجاره وغيرها من السلع المختلفه. والسوق قرعة يحتوي على كان سابقا واحد 28 مهنه 28 حرفه اللي كانت فيه، دابا الان نقارضوا بعض الحرف ولات كتحتوي على حوالي 20-25 ديال الحرف، مشات واحد 5 ولا 6 الحرف مشات. سوق قرعة فعلا قام بالدور ديالو في محاربة الفقر، لأنه ما تنساوش أنه سوق قرعة يحتوي على 2400 أو 2600 حسب المعطيات اللي عندي ديال المحلات، وكيشغل حوالي ما بين 12-14 ألف يد عاملة قارة، وهذا الرقم لا يستهان به لأنه رقم كبير، وكتدور حوالي هذا السوق او الجزائريين او اللي سميتو يفوق العدد ما بين 30 و35 حتى 40 ألف اللي كتدور هنا حوالي هذا السوق هذا. وهذا راه سوق القرعات ما يخفاش على الجميع، اللي تيحتوي على تقريبا واحد 28 حرفه ولا 30 حرفه، والحيز الاكبر هو الملابس والاحذيه الرياضيات اللي تسبادري والاحذيه، وتنسيروا بعض الملابس الوطنيه الصناعه الوطنيه والاجنبيه اللي تكون مرفقه في الثمن اللي تتناسب المواطن المغربي لا من ناحيه الجوده ولا من ناحيه المفعول ديالها كمنتوج اللي تلبسات المنتوج زعما وطني محلي اللي تيسير البيئه المغربيه الحاليه. زياده على هذا يتوفر على اكثر من 25 حرفه، منها من انقرضت. سوق قرعة تحتوي على 20 حرفه او 23 حرفه دابا الان، ومنها بعض الحرف اللي انقرضت، لان كان سوق قرعة سابقا يقوم بدور طبيب، لان ما تنساوش انه سوق قرعة كان في واحد المجموعه ديال الناس اللي كانت كدير مثلا صناعه الاسنان، او لا كدير داك كما تيقولوا مثلا دوك العطار اللي تيبيعوا الادويه بطريقه تقليديه، او لا دوك العيالات اللي كانوا تيديروا مثلا الحنه بطريقه تقليديه اللي كانوا تيديروا داك الشيء ديال الصناعه التقليديه الحنه وسميتو هذا الشيء كاع تقريبا انقرض. ومنها من بقيت الى حين هذا الوقت. اخلي مالي دخلت الحرفة ديالي أنا عندي 12 عام في عمري، تعلمت الصناعة 1942، تعرف فاش تعلمت الصناعة ديالي؟ فاش عندي على المعلمين اللي علمونا الصناعة هما السلاويين،
كانوا كيخدموا معنا على المول. مثل ما بقينا في هذه الحرفه كنصنعوا الحصير ديال الثمار، ماشي هادو، حنا كنصنعوا الحصير ديال الثمار اللي كان الثمار ديال اللي كيكون نايض في الويدان، وعاوتاني كنشريو داك الشريط الحبال تما باش ندوزو، داكشي باش كنا خدامين بكري. من الصغر ديالنا مع الوالد يعني كنخدموا، كنا كنخدموا داكشي سواقي، بقات كل خطره كنبداو نحسنوا الصنعه ديالنا بشويه بشويه، حتى ولينا كنديروا بحال دابا هادشي ديال البوليستر، بحال هادشي ديال الفاسليتر، بحال ما بقايا بالزواقات ديال اللازير، السلك والعظام، ناقش بلدي على العود. 1980 بديت كنشتغل في هذه المهنه ولقيت فيها راحه ديالي، واخا هي صعيبه في حد ذاتها. الا بغيتي تكون بوكينيست بالنسبه للدول الاوروبيه خصك تكون حاصل على البكالوريا زائد مباراه زائد 7 سنين كتسمع المكتبات حد ذاتها، بان كاين 1600 محل في القرعه، يلا كاينين 3 كتبيين، وعلى صعيد الضرب اذا كاين تقريبا 5 مليون نسمه، يلا كاين 40 كتبي، بمعنى هي صعيبه في حد ذاتها. وواحد المثل كيقول لك الا بغيتي تكون كتبي خصك مال قارون وصبر ايوب عمر نوح. ويبقى سوق القريعة رغم كل الفوضى التي يعرفها من انتشار السلع على كل جوانبه مصدر رزق البائعين، فهم يمتهنون حرفا بسيطة لضمان قوت يومهم مسلحين بالصبر والكفاح، إلا أن هذا السوق سيبقى دائما محجا لمختلف شرائح المتسوقين البيضويين.